البطولة المفتوحة لألعاب الذكاء والعقل اليوم اليوم الثاني. امبارح كان تصفيات للألعاب، اليوم التصفيات النهائية لإعلان الأول والثاني والثالث والرابع من كل لعبة. طبعا المنافسين من 6 مخيمات، كان في عندنا 75 طفل توزعوا على هدول 6 مخيمات، عم بيتبارزوا ب6 ألعاب. محمد ياسر الحميدان ناجحين من سراقب، صار لهم شهر يدربونا، واليوم عملنا المسابقة لعبة العقل والذكاء، الحمد لله أخذت المركز الأول بالمنقلة.